مساء الخير، النهارده هنعمل مع بعض سلطه المكرونه بالخضار المشوي. المقادير نص كيلو مكرونه، نختار اي نوع من الخضار اللي احنا بنحبه. انا استعملت هنا الكوسه والبتنجان والفلفل الرومي الاحمر. طبعا احنا ممكن نبدل او نزود زي ما احنا عايزين. بقيه المقادير: معلقتين كبار عصير ليمون فريش، حوالي 6 فصوص ثوم روستو احنا عاملينه مع بعض قبل كده، معلقتين كبار خل البلسمي، ربع معلقه فلفل اسود، نص معلقه ملح، حوالي ربع كوبايه زيتون. طبعا احنا ممكن نختار اي نوع زيتون احنا عايزينه، بس لازم يكون من غير بذر، واربع معالق تقريبا من زيت الزيتون. هنشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجه هنعملها ان احنا هنبتدي نسلق المكرونه، وبعد كده هنبتدي نشوي الخضار. على البوتاجاز حطيت الشوايه ورشيت شويه زيت على كل الخضار علشان اشويه، شويه زيت زيتون، واحطه يتشوي على الشوايه. هضيف على الخضار شويه ملح صغيرين وشويه فلفل اسود صغيرين. طبعا لما نيجي نشوي الخضار ومش هنسيبه لغايه لما يستوي خالص علشان ما يتهريش واحنا بنعمل السلطه. كده كفايه قوي، هبتدي اشيل الخضار. وهنرجع مع بعض لما يكون كل الخضار اتشوى. بعد ما شويت كل الخضار قطعته كده مكعبات كبيره شويه زي ما احنا شايفين، وطبعا هو مش مهري قوي او مش مستوي جامد. هنبتدي دلوقتي نعمل السلطه. في بوله كبيره هحط الثوم الروستو، هبتدي افدغه واحط معلقتين من زيت الزيتون، الخل البلسميك، عصير الليمون، الملح والفلفل، وقلبهم كويس قوي. الريحه طبعا حلوه قوي. هضيف دلوقتي الخضار المشوي، الزيتون، المكرونه المسلوقه. دلوقتي هدخل السلطه في الثلاجه لمده ساعتين. كل ما بتقعد اكتر كل ما بتاخد الطعم بتاع الخل وبتاع زيت الزيتون وبتاع الزيتون وبتاع الخضار المشوي، بتبقى جميله جدا. هنرجع بعد ساعتين لما تكون اتشربت من بعضها وهنشوف هنقدمها ازاي. وكده بنقدم سلطه المكرونه بالخضار المشوي، بنزينها بالبقدونس، وكل ما بتقعد اكتر كل ما طعمها بيبقى جميل جدا. ان شاء الله الطريقه تعجبكم وجربوها. الى اللقاء.